اهلا بكل حضراتكم من جديد. فقرتنا دي هيكون الكلام فيها رايح جاي مع طبعا ضيوفنا اللي منورنا. الكلام هيبقى رايح جاي بين الفن والرياضه. منورنا في هذه الفقره نجم النادي الاهلي السابق وطبعا الفنان اللي قدم كتير من الادوار الفنيه كابتن شريف عبد المنعم، وكمان منورنا الفنان الاهلاوي جدا اللي تميز في كتير من ادواره الفنيه المتنوعه بين السينما والدراما التلفزيونيه الفنان محمد يونس. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ومنورين الدنيا كلها. كل سنه طيب كريم، كل سنة طيب نهوان، كل سنة طيب محمد، كل سنة طيب شريف، كل سنة طيب قناة النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي، مصر كلها بخير ورمضان كريم. أمين يا رب. منورنا كابتن شريف، وده بيتك طبعا، ومنورنا بجد يا محمد، وده برضو بيتك طبعا، وسعداء بوجودكم معنا في أول حلقة كمان من الأهلي في رمضان. وزي ما كريم قال، فن ورياضة، وفي نفس الوقت كابتن شريف بيجمع بين الاتنين بقى، يعني فن ورياضة. أفلام كانت متميزة زمان، حتى ناس كتيرة سألتك السؤال ده، هو احنا ليه ما يعني وقتها ما كملتش؟ لان انت عملت افلام برضو، انا فاكره بركان الغضب كنا بنتكلم فيها، وليها كده برضو كواليس كنت بتحكيها لنا سريعا، وكانت بتتصور في لبنان. خلينا نبدا من هنا برضو، وبعدين نخش بقى على المسيره. هي اللي قسم الرحله كلها الحادثه اللي انا عملتها. فكان من المشاهد اللي انتم شفتوها من التفوق الرياضي ومن الاهداف ومن الحياه الرياضيه، وال يمكن كانت هتبقى في حاله احتراف بره مصر في اكتر من دوله فجت حادثه سنه 1982 بالعربيه، دي قلبت الموازين كلها، واصبحت الحكايه بنبتدي من جديد، ازاي نقدر نرجع نلعب تاني، او في نفس الوقت الشهره والحاجات دي فتحت ابواب تانيه زي الفن، وعروض تانيه زي الفن. فلما تبقى قاعد وبتحاول ترجع تاني ويبقى عندك وقت فاضي ويعني مفيش مسؤوليات رياضيه، ممكن تجرب يعني. والفتره دي كان لعيبه كوره كتير، وقبلها كمان الفتره اللي قبلها بدايه بكابتن صالح سليم كانوا بيمثلوا، يعني كانوا بيتاخدوا على طول. كرامي عمل مع عادل امام كان حلو قوي الفيلم بصراحه. لحد النهارده كل ما تقعدي يا رب ولد كان صح؟ لا كان اسمه ايه اللي هو كان متجوز او كان مخطوب لاسعاد يونس؟ افتكر لك قلت كده اسمه، روح بيه. الرجل الذي فقد عقله. الرجل فقد عقله. اللي هو كان مع فريد شوقي. ايوه اكثر رمزي على فكره. مدام كريم مختار. طبعا. وبعد كده عملوا حاجات تانية، يعني كان حصل في يا رب ولد ده بقى اللي هو طلعت. ايوه انا قصدي على ده. ايوه. مع اكرامي، وعملوا المشهد الجميل بتاع جواز اكرامي من بنت فريد شوقي. ايوه بالظبط. وداخل حسام البدري وجمال عبد الحميد وكمان، وعملوا مشكله. كانت حاجات لذيذه جدا، بس دي كانت دمها خفيف. انا الحكايه مشيت معايا بالاحتراف، يعني ببحث بقى في الحكايه، وحظي بس ان انا كنت جاي على اساس ان انا ابقى احمد رمزي في السينما، لقيت نفسي اللواء في شريف عبد المنعم. ايوه صحيح، كانت ادوار هزار ظباط قاعد ماشي امسك في حراميه ومطاردات واعدل في قضايا الغجر وقضايا التسول. طب اشمعنى صحيح ليه ما كانش في ادوار بقى زي الادوار بتاعت احمد رمزي او الادوار بتاعت بيلدينج بقى، ولا تعرفي السريع بقى وبيجري ورا الحراميه؟ جابوني من الكوره على الجري ورا الحراميه يعني. ف الحكايه الفن واسع جدا، او زي ما انت كنت عامله لمحمد دلوقتي برومو، يعني يقدر يعمل ضرير ويقدر يعمل ارهابي. عمل ادوار برضو كتير جدا، ومنشق وكلام، عمل ده فعلا، يعني عمل حاجات كتير جدا. انا الحكايه بقيت احمل الدور، خد بالك كريم، انت مثلت وعارف الدنيا، بيجي لك ورق بتعمله، بس انت من جواك لحد النهارده ما عملتش لنفسك فيه، يعني ما عملتش الشخصيه اللي هي دمها خفيف ولذيذه ويطلع منها اي حاجه، يعني مش لازم تبقى ماشي في تراك واحد. طبعا. ودي الحاجات اللي هي نجحت ناس كتير جدا.